عندنا فكرة هايلة كمان، وأنا سعيدة إن البنات هي اللي عندها الإبداع ده، والبنت بقى الشابة الجميلة هي طالبة في كلية الألسن اللي معانا في المبادرة اللي جاية، اسمها هبة. هبة رحمي. هبة رحمي فكرت إنه من حق أي حد إنه يستمتع بالأكلة اللي بياكلها، وقبل ما ياكلها أكيد بيختارها، فبدل ما يسأل حد علشان هو ضعيف البصر أو ضعيف النظر، ممكن يكون ما عندوش الفرصة دي، فهي وفرت له المينيو ده اللي فيه الأكلات بطريقة برايل. هبة رحمي معانا دلوقتي عبر سكايب. أنا بحييكي على المبادرة الجميلة دي وعلى الأفكار والإبداع اللي أنا شايفاه ده. شكرا ليك يا هبة. بس عايزة أعرف يعني تم استقبالها إزاي؟ رد الفعل كان إيه؟ أولا كنت عايزة أرحب بحضرتك أهلا أستاذة بيكي ريهام. حبيبتي. هو الفكرة جت إني يعني كنت بروح كافيه أنا وأصحابي يعني وأختي، أنا وأختي مكفوفين، فكنت بروح الكافيه بقى وبضطر إن هما يقروا لي كل حاجة، يقروا لي المنيو كله، فبكون عاوزة مثلا أرجع للعنصر اللي قبله، أرجع لأي حاجة فمش بعرف، أو لأ يعني بقول لهم ارجعوا لكذا، أعملوا كذا، فيعني بتبقى الحوار صعب شوية. ف اشترينا سان بلوك مستورد يعني، فلقينا ان هو مكتوب عليه بالبرايل، فجت لنا فكره كده نورت في دماغ اختي يعني ان هي تبقى تكتب يعني على الـ تكتب حاجات يعني على المنيو على اي حاجه يعني بس. كويس. ف اتناقشنا مع جمعيه رساله نشاط المكفوفين في بلدنا يعني، ها هم كانوا عندهم الطابعة وكده، فقلنا لهم إن إحنا مثلا عايزين نطبع منيو برايل، فحصل مشكلة إن الطابعة باظت، فاضطريت إن أنا أكتبه على إيدي على بس عشان بس يعني أعمل المبادرة وبعدها نبدأ نطبع يعني. فطبعا صلحت الحمد لله، ودلوقتي إحنا طبعنا تلات يعني طبعنا منيو لتلات مطاعم. منيو 3 مطاعم. طيب هو الصوت للأسف، هبة انتي سامعينا الصوت بيروح شوية؟ أنا طيب سامعاك. هبة قوليلي، انتي شايفة انك ممكن تطوريها اكتر؟ شايفة انك ممكن تزودي يعني اللي مطلوب من الناس؟ اكيد انتي بتقولي يعني بتشوفي محتاجين ايه، بتشوفي عايزين ايه، فممكن تنفذي بقى المينيو بشكل تاني مختلف، تجددي فيه. دلوقتي هو انا ما عنديش تصور تاني ان انا اطور المنيو، لان هو خلاص اوريدي بيتكتب برايل، البرايل ما فيهوش تجديد، ورق ابيض وبيطبع عليه. ها بس هو احنا عملنا فكره مثلا ان لو كفيف قاعد في البيت فتبقى المنيو مكتوب وورد على الموبايل، يقرا منه بالقارئ الصوتي يقرا له، وبعدين يعني يتصل بالمطعم ويطلب اللي هو عنده. كنت حابة أقول لحضرتك يعني هو أنا يعني البرايل مهما تقدمت مهما تطورت التكنولوجيا أو كده، لازم يبقى البرايل موجود يعني. البرايل بيخلي هي الوسيلة اللي الإنسان الكفيف بيطوع بيها المجتمع لمصلحته هو قولي لي يعني. يا هبة، مثلا انتي عاملة افكار تانية؟ هو انا عاملة ايه تاني بطريقة مش م... براين؟ كوتشينا، انا كنت زمان صغيره فما كنتش بعرف العب مع الاطفال في العيله، ها فاضطرينا ان احنا نجيب الكوتشينا ونكتب عليها براين. هي فكره جميله بتدمج بين الطفل الكفيف والطفل النورمال، بحيث ان هو ما يبقاش قاعد منغلق على نفسه، وان هو يعني يبقى بيلعب مع اصحابه، خصوصا ان ما كانش فيه العاب تدمج ما بينهم يعني. عاملة أفكار تانية؟ هو حاليا انا شغاله يعني توعيه على السوشيال ميديا عن الكفيف يعني، انا كنت بنزل اماكن وكده، فلاحظت ان في ناس كتير ما تعرفش حاجه عن المكفوفين،
كأنه يعني كأن عالم، احنا عالم يعني، والناس كلها عالم تاني. فقلت ان حاولت في فترة الكورونا الحظر يعني ان انا اقرب العالمين من بعض من خلال الفيسبوك. كنت عايزة اضيف حاجة لحضرتك، معلش. هو انت سامعاني؟ انا سامعاكي وسايبالك الصوت والصورة ومبسوطين بيكي ربنا وعايزين يخليك يا صوتك رب، بس هو اللي يطلع. اتفضلي. ربنا يخليك. هو انا كنت عاوزة اضيف حاجة، اني مثلا لو الموبايل في نطق اللي هو قارئ صوتي، دي فكرة لطيفة جدا، والناس يعني يشكروا تكنولوجيا عملت كده. مثلا كفيف قاعد في البيت، زي مثلا انا عايزة ادخل المطبخ في توابل، في حاجات انا مش افرقها من هعرفها بعض. بنفسي. فانا مش مضطرة ان انا انادي ماما اصحيها بالليل او كده. فالبراين هو اللي ممكن اكتب بيساعد. على الورقة، اكتب على الورقة واحطها على العلبة. يعني الموبايل هو يعني عمل لي كتير جدا جدا ان انا دخلت السوشيال ميديا، يعني ده فرق في حياتي جدا. بس الموبايل مش هيعرفني التوازن، يعني مش هيعرفني الحاجات اللي انا لازم اكتب عليها بنفسي بالبراين واخليها تحت احتياجاتي. برافو يا هبة، والكلام معاكي بصراحة ما يتشبعش منه، كان يهمني صوتك يتسمع وكل أفكارك تتسمع. وإن شاء الله لو احتجتي أي حاجة، لو احتجتي أي مساندة في أي حاجة من المشروعات الحلوة اللي أنا سمعتها دي تقولي لنا، وإن شاء الله تبقي ضيفتنا كمان في الاستوديو ونتكلم أكتر مع بعض. شكرا يا هبة وكل التوفيق لك. هبة رحمي، شكرا جزيلا لوجودك معانا. فاصل ونتقابل بعد الفاصل، خليكم معانا. يحتفل العالم في الرابع من يناير من كل عام باليوم العالمي للغة برايل الذي اخترعها الفرنسي لويس برايل، وسميت بذلك تيمناً باسم مخترعها. فعندما كان طفلاً في الثالثة من عمره فقد البصر بإحدى عينيه بسبب اصطدام أداة حادة فيها، بينما كان يتعلم في ورشة والده لصناعة الجلود. حاول الأطباء إنقاذ عينيه إلا أنهم لم ينجحوا، وبعد سنتين من الحادثة فقد البصر في عينيه الثانية بسبب إصابتها بالرمد التعاطفي. وتم اختيار يوم الرابع من يناير لأنه يوافق يوم ميلاد لويس برايل عام 1809. وبرايل هي نظام للقراءة والكتابة يعتمد على فكرة النقاط الست البارزة، مما يسمح للقراءة للمكفوفين عن طريق اللمس. وأضاءت برايل الطريق لملايين المكفوفين، وساهمت على نطاق واسع في إشباع حاجاتهم للمعرفة والعلم، وأصبحوا قادرين على القراءة والكتابة كغيرهم من الأشخاص. وتشير التقديرات إلى أن عدد فاقدي البصر وصل في عام 2020 إلى 75 مليون شخص. ويهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى تشجيع فاقدي البصر أو من يعانون من ضعف حاد به على القراءة والكتابة، وتوطيد وجودهم الفعلي في مجتمعاتهم، فضلاً عن إتاحة المجال للتعرف على المشكلات التي قد يواجهونها.